واصل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين. وقال كامل الوزير أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات، أنه في حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض. كما أكد الوزير أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية. التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، وخلال اللقاء تم استعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر، وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. تستعد محافظات الجمهورية لموسم جني القطن، حيث تم زيادة المساحة المزروعة من الذهب الأبيض في محافظات الصعيد بنسبة 56% عن العام الماضي. هذا وقد بدأ موسم حصاد محصول الأرز في بعض محافظات الجمهورية ويستمر حتى نهاية أكتوبر، ويعد الحصاد من أهم اللحظات في حياة المزارع لجني ثمار موسم كامل من العمل، خاصة فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي مثل للأرز والذرة. قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو إن إيطاليا حققت المركز الرابع عالميا من حيث الصادرات في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وكانت البيانات في الربع الأول من عام 2024 أوضحت أن إيطاليا وصلت إلى المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 168 مليار دولار، لتتساوى لأول مرة مع الصادرات اليابانية. وجاءت الصين في المقدمة بقيمة 807 مليارات دولار، ثم الولايات المتحدة ب 507 مليارات دولار، وألمانيا ب 436 مليار دولار. أكدت وزارة التجارة الصينية أنها تتعارض بشدة قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا. أضافت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية، موضحة أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركتها بكل حزم.